عارفين الراجل ده عمرو شريف؟ كوريا ما اعرفش ليه، بس يعني بالنسبه لي بيبقى يعني شويه يعني. حتى بص داخل في الكاميرا كده بطريقه مش مفهومه يعني، مش ناقص شويه هيحط الكاميرا فوق يعني. حتى لما كذا موضوع انا مش عارف اطلع ايه ده، انا كنت لسه بشكر فيك يا جدع. ده انا لسه حتى بقول ده انت يعني رقبتك سدادة والله العظيم. عمرو شريف مره واحده. يعني والله الشرف ليا، مش عارف اقول لك ايه انا، بس انت يعني سامحني انا مش قصدي. ايه الاخبار، عاملين ايه؟ الفلوج ده مختلف عن الفلوجز اللي قبل كده. ليه؟ لان النهارده هقابل يوتيوبر برضه فلوجر. عمري في حياتي ما قابلت فلوجر يوتيوب فلوجر قبل كده. عموما هو بقاله 6 شهور بيعمل فلوجز، هو في الفلوج رقم 55 باسم الدوبامين. الدوبامين هو الحل. فالمهم يعني النهارده هنتقابل كده نقعد نتكلم وندردش شويه في مواضيع اكيد ليها علاقه برضه بيوتيوب والفلوجرز والكلام ده كله. المفروض قدامه دقيقتين ثلاثه مثلا. اوكي قفشتك. عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. طب السلام عليكم. حتى انا قعدت كنبه احسن. اريح يعني. عمرو شريف. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ زي الفل. كله تمام؟ 100 100. حلوه العده دي. نفس الترايبود. جبته من شارع شريف. شارع شريف. استنى بس قبل ما تقعد وكده، انت عايز تشرب بيه او تاكل ايه؟ لا ميه بس. انا مظبطك لسه بس. بص هعمل لك، بص يعني عادة التلاجة ما بتبقاش مليانة كده، فانت النهارده حظك حلو ان حماتي دي كانت لسه عاملة لنا اكل امبارح، فالدنيا ايه مليانة. ربنا يخليكم. ايه ده انت بتصور؟ 118 135 حلو اللي على اسمه. هي دي البيسك اللي جاية معانا. ديرت كيك. تحب الديرت كيك؟ انا عارف انت عامل دايت. كنت بحاول والله حتى النهارده بوظت خالص. انت متابع بقى؟ لا متابع طبعا. طبعا من انت عامل 6 فيديوهات مثلا صراحه. انت بتاخدها وفيها الورده كده، انت اكن دي قصريه زرع ودي اكنها زرع. ايوه خلاص فهمت الفكره. بس هي مايله. انا احب كادر المايل اصلا يعني. انا ناس ساعات بتحسها ان هو عيب، انا بحسه ستايل. من هو انا فاهم ان هو ساب هندسه كمان. انا عايز اعمل كده كمان. انا عملته كمان. انت كنت مهندس برضه؟ بس عمري والله بجد. جامعه ايه؟ جامعه امريكيه. والله سبت مهندسه معماريه. قعدت ايه؟ قعدت 7 سنين ونص. اوف خير. بس 7 سنين ونص مش عشان بسقط بس. عارف انت عندك نفس النظام، مش عارف اللي هو كريت اورز بالظبط. فانت بتختار المواد اللي انت عايز تحطها في السنه. انت كنت بتقلل. انا كنت بقلل اللي على الاخر. دي بقى على مهلك. مش على مهلي، بس عشان يبقى عندي وقت اعمل حاجات تانية انا بحب اعملها. حلو. بقعد اصور، اعمل فيديوز، اقعد ديزاين. اكتشف كان في برضه ايه مالتي ميديا هيد. مسؤول بقى عن كل الفيديوز اللي بنعملها ودوكيومنتريز والكلام ده كله. فالحاجات دي بالنسبه لي كانت ايه؟ كنت بستفاد منها اكتر من الجامعه الصراحه. ما اشتغلتش خالص في عماره؟ اشتغلت سنه. كنت باخد 1000 جنيه في الشهر. قال لي بقى بص بقى عشان انت اي يو سي وبتاع انا هديك 1500. بكلمك يعني. انت كام ظبطت؟ قلت له انت 100 100. بس انت ليه عايز تسيب هندسه بقى؟ نقفل بقى الكاميرا. دلوقتي عمرو شريف هيقول لنا ازاي بينجز في اديتنج الفيديوز بتاعته. ايه الفكره اصلا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ بتغير الشورت كاتس اللي في البرنامج على حسب بقى اي برنامج اصلا يعني. انت ادوب بريمير، فوتوشوب، ايا كان، تحرك الماوس بايدك في نفس الوقت التولز بتاعتك كلها. عايز اقص حاجه اقوم دايز واحد بس فاقوم مغير التول. عايز امسح حاجه فادوس على زرار. بدل مثلا لو كان مثلا هي عقيمه شويه ادوس كنترول بي زد لا مش عايز اعمل كنترول بي زد، اخليها مثلا عايز تنجزها كلها في دوسه واحده يعني. تبقى مناسبه ليا يعني. تحت ايدي كده، فزي ما بتلعب جيم كده عارف الدبليو والاي والاس دي وكده والكلام ده. فلا هو كله تحت ايدك. بتعمل ايه بقى؟ بعمل ايه؟ عندي ادفرتايزنج ايجنسي. بنسبورت الستارت ابس اللي بيبداوا شركات جديده من اول الفكره لحد اللوجوز بتاعتهم، شكلهم في الماركت عامل ازاي،
الشخصيه بتاعت البراند بتاعهم عامل ازاي. احنا مين اللي بنشتغل على الماركتنج؟ من على سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، الكلام ده كله. بنكونسلت معاهم رامع، بنقول لهم بس احنا عايزين نعمل ايه، عدد البوست دي في الشهر، كل بوست بيتكلم على ايه، تمام، اعلانات بتاعته توصل ازاي للناس. اسمها ايه الشركه؟ ميكروفونك. يعني لو عند حد عنده فكره ستارت اب يجيلك. اه طبعا. تمام. بقالنا اربع سنين بنشتغل مع 90% من الكلاينتس بتوعنا ستارت ابس. حلو. في اكل بقى انا لازم تاكل. والله العظيم. لا لا لا، مش بقول لك كده عشان تمشي وتبص في الساعه. انت ايه؟ لا لا لا. نتكلم مثلا عن تجربه حد زي حد مثلا عنده بلوج يعمل ايه؟ في فلوجر كتير بيطلعوا على الايام دي. اه. الناس اللي متفق عليه كله على المحتوى، يعني هو لازم يبقى في محتوى حاجه تشد الحاجة. حاجه تشد الناس وكده. بس كبدايه مش لازم تبدا بحاجه زي كده. انت ممكن انت في الفيديوز الاولانيه لو انت عايز تعمل حاجه ليها علاقه بالفلوجز طلع فلوجز، مش لازم تقول حاجه مهمه قوي في الاول، لان هو في الاول مثلا 10 فلوجز اول 20 فلوجز زي اكسرسايز كده، انت بتحاول تتمرن قدام الكاميرا تبقى تعرف تتكلم قدام الكاميرا. ما تمام. لا لا شو انت اول ما تمسك الكاميرا، لان فعلا اول ما تمسك الكاميرا تلاقي الموضوع بقى صعب. لا هو انا شايف ان ده كان البروسيس بتاعي. انا بقعد ايه براكتس، اصور مره 2 3 4، واول مره بتعمل الابلود انت بتشوف الفيديو ابلودد بتطلع فيه غلطات اكتر ما بتطلع فيه غلطات وانت بتتفرج عليه عايش، بتشوفها بعين الناس. بالظبط. ابدا بقى، ابدا ازاي؟ اتعلم، ادخل بقى في افتر افكت، يوتيوب، اشتغل، افحت نفسك. كل حاجه بقى بريمير، كل حاجه موجوده على يوتيوب. كل حاجه موجوده، اي حاجه عايز تتعلمها من تصور، تصوير، للصوت، للانواع الكاميرا اللي تشتريها، للاديتنج، كل حاجه. بالمناسبه انا قعدت في الكاميرا دي، انا معايا كاميرا G7X دي، قعدت يعني تقريبا بجد مش مبالغ 3 شهور بتفرج على فيديوهات على يوتيوب عشان اوصل ان دي حاجه كويسه. انا كنت جاهل في الموضوع ده خالص، ما اعرفش ان ايه اصلا، يعني ايه كاميرات، يعني ايه اصلا اي اس او، يعني ايه فوكس، يعني ايه يعني 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 مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. هعمل ايه؟ يوتيوب اتعلم الحاجات دي ازاي؟ ايه الاحسن؟ شوف ريفيوز عندي ولا ريفيوز عندي، ولا ايه رايك؟ لا انا بص، انا يعني انا شايف ان كل المعلومات اللي في العالم موجودة. لو دخلت يوتيوب ده لوحده بحر من المعلومات. انت لو قعدت كل يوم ساعة تتفرج على فيديوز موجودة، انا اوريدي بعمل كده، يعني كل يوم مينيمم في ساعة او ساعتين بعمل ريسيرش على اي حاجة، تصوير بقى، اديتنج، اتفرج على ناس بتصور ازاي، بتشتغل ازاي، الكلام ده كله. تاخد خبرة. في حاجة انا اتعلمتها في الجامعة كانت مهمة جدا، بيقول لك ايه، لو انت عايز تعمل ديزاين لكرسي، قلت لك اعمل ديزاين لكرسي دلوقتي. تمام. اكتر يعني شوف هتعمل كام ديزاين لكرسي، هتعمل مثلا 3 4 خلاص. بس لو وديتك مكتبة وقلت لك القسم ده قسم ديزاين الكراسي بس، واتفرجت على مليون كتاب ديزاين كرسي، قلت لك تاني اعمل ديزاين بقى كرسي دلوقتي، تعمل لك 100 على الاقل. صح، عندك افكار كتير وعندك بالظبط. انت بتفتح دماغك على حاجات كتيره جدا، فبتبدا تنمي من نفسك الطريقه ان انت تبدا بيها اي حاجه، وبتشوف بقى قدراتك، بتوسع من قدراتك. يعني انت فضلت في حاجه واحده او ما جربتش اصلا خلاص هتقول انا ما بعرفش. انت اكيد ما تعرفش لو انت ما فتحتش كتاب وبصيت او قريت او ذاكرت او اتفرجت على فيديو. صح. انا ما بحبش القرايه خالص، عندي مشكله كبيره جدا، كان عندي مشكله كبيره لحد ما اكتشفت ان لا، انا عندي بديل للقرايه، ان انا ممكن اتفرج على الفيديو بيشرح ايه هو الكتاب ده مثلا، او الايه اللي مكتوب، او ساوند، اللي هي اللي تبقى على ساوند كلاود، او الحاجات اللي تبقى متسجله بالصوت. قرايه فيديو او بسمعها بالنسبه لي احسن كتير من القرايه. فانت شوف انت مكتب القرايه بالنسبه لك احسن، فركز في القرايه وسيبك من ان انت تتعلم حاجات من الفيديوز مثلا. فده كل دي طرق، اوبشنز بالظبط، طرق ازاي توصل المعلومه في الاول في الاخر ليك. اهم نصيحه بتاعت كفايه فرجه وابدا. انت هتتفرج بس لازم تبدا، لازم تاخد اول خطوه، خد نولج وطبقها. اول خطوه هتعملها تلاقي تاني خطوه جت لوحدها، في تالت خطوه كل الدنيا بتمشي، بس هي اول زقه بس تبدا. نصيحه برضو اللي عايز يشتري كاميرات ويبدا، اشتري حاجه مستعمل، لان الحاجات كلها غاليه دلوقتي. الكاميرا انا اللي معايا دي تمنها، يعني انا جايبها تقريبا بنص الثمن اللي هي موجوده فيه، واقل كمان من نص الثمن. هي كلها في الاول وفي الاخر انفستمنت، انت بتحط فلوس في حاجه قدام هتفرق معاك في حاجات كتير جدا. فمش يعني حاول ما تبخلش قوي في الاول، حتى لو يعني انا ما جبت الكاميرا اول مره، الكاميرا القديمه هي فين؟ ال 600 دي. جايبها مثلا من 5 سنين ولا حاجه. ما كانش معايا فلوس خالص، انا حوشت كل اللي في جيبي واستلفت وكل الكلام ده، واشتريت الكاميرا دي ولحد دلوقتي عايشه معايا وفرقت معايا كتير جدا. دي مستعمله برضه؟ ده اشتريتها جديد ساعتها. تمام. كان ساعتها الدولار ما كانش غالي، فالحاجات كانت رخيصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله بكره يبقى احسن. اشكرك على الحلوه دي، على فرصه سعيده. انا خليك مع السلامه، اشوفك قريبا بقى، ربنا يخليك ان شاء الله قريب. مع السلامه. مع السلامه. والله راجل ظريف جدا 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 جدا، يعني من الناس اللي ايه
الواحد يستريح يقعد يتكلم معاهم على طول. هنهي الفلوج هنا. لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك وقولوا لي في الكومنتس ايه هو اللي استفدتوه. لو حابين انا اتكلم على اي موضوع تاني او موضوع معين، اللايكس عموما والكومنتس والسبسكريبشن مهم جدا لليوتيوبرز. ان هو انا كيوتيوبر بقدر اعرف انا الفيديو بتاعي اثر في كام واحد، هل في كام واحد حبه، عشان اعرف انا احسن من الفيديوز بتاعتي. الكومنتس بتاعت الناس بتفرق عشان اعرف الفيديو اللي انا عملته ده هل مفيد. لو في سبسكرايبرز معنى كده ان انا بقول حاجه الناس عاجباها، معنى كده ان في حاجه الناس عايزه تتفرج عليها. فلو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، وفي علامه الجرس دي اللي هي جنب اسمي اللي هي حاول ابينها في حته هنا، دوس عليها عشان لما اجي انزل فيديو جديد يطلع لك نوتيفيكيشن ان انا نزلت فيديو جديد عشان ما يفوتكش. الحاجات دي برضه هتفرق. شكرا لحد جاي.